قد أهوى كاد يمحو دنيانا يا وجه الفاني دفق حبا ونور أخصي بالمعمور مثوى شربنا الحبيس مغمور بالنور الحي دفق في الدهر الفاني في الأكوان نورا للدهر الثاني يا من أفنيت العمر في النسك والإجهاد تسقي روحك الحرة بين القديسين عند الرب اشفع لنا يا قديس لبنانا يرضى ربنا أن يمحو خطايانا يشفي كل مرضانا المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد أهلنا أيها الآب القدوس أن نحيا في هذا اليوم ذكرى صفيق القديس شربل فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالاً وشفيعاً ونحرز نظيره من الاتحاد بك ونبلغ مصافى قديسيك ومختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في آلام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء لك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر المجد لله في العلا فعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي يدعونا إلى الشركة في قداسته وإلى الابن الحبيب الذي يسبغ علينا نعمة البنوة
بتجسده وموته وقيامته، وإلى الروح القدس الذي يكشف لنا ويكمل فينا على الدوام عمل الآب والابن بارخ مورابون الصالح الذي أولد وإلنا في هذا المساء مساء عيننا الشرق وكل أيام حياتنا إلى الأبد. المسيح إلهنا، يا من دعوت الآب شربل ليختفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحيتك على الصليب، لقد شئت أن تكون حياة شربل شهادة لك، فعلى مثالك توحد في القفر لكي يصوم ويصلي ويجرب وينتصر، وحمل صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشائك، ومعك قدم نفسه قرباناً للآب السماوي. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعته على عطر البخور أن تهبنا نظيره بصيرة صافية ووجهاً مشرقاً وقلباً نقياً، فلا نحيد عن محبتك والإيمان بك ورجاء مجدك. أهلنا للقيام معه عن يمينك في ملكك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. حتى تلقى عيناه وجه الضياء في قلبه يحمل قلب الدنيا تشتاق نور السماء. هللويا نعم رجاء تسقي الأرض بالدمع للإنسان في عدن. قال الله قد ذاب مثل الشمع روى الأرض شربل من دماه. هللويا يا طوباه قديس من عندنا من شقاق الأرض من صخر الصوار، يا ارضى اللهم عن صلاتنا وعطورنا كما سرك وارضاك صفيك شربل بحبه لك وشوقه اليك. اسبغ علينا نعمك والهمنا ان نحبك حبا كبيرا يليق باسمك الذي انعمت علينا بان نحمله واسما ابديا حيا، فنرفع اليك المجد الى الابد. امين. أيها الرب القدوس الذي لا يموت،
قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. فصل من أعمال الرسل. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئين، على القارئ والسامعين، وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، في السبت التالي كادت المدينة كلها تجتمع لتستمع لكلمة الرب، ورأى اليهود تلك الجموع فامتلأوا حسداً وأخذوا يعارضون أقوال بولس ويجدفون. فقال لهم بولس وبرنابا بجرأة: لكم أنتم أولاً كان ينبغي أن تقال كلمة الله، وبما أنكم ترفضونها وتحكمون على أنكم غير أهل للحياة الأبدية، فها نحن نتوجه إلى الأمم، فإن الرب هكذا أوصانا: إني جعلتك نوراً للأمم لتكون أنت خلاصاً حتى أقاصي الأرض. ولما سمع الوثنيون ذلك فرحوا ومجدوا كلمة الرب، وآمنوا جميع الذين كانوا معدين للحياة الأبدية، وكانت كلمة الرب تنتشر في كل تلك الناحية. أما اليهود فحرَّضوا النساء التقيات النبيلات وعيان المدينة، وأثاروا اضطهاداً على بولس وبرنابا، وطرادوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أرجلهما وذهبا إلى إيقونيا، وكان التلاميذ يمتلئون من الفرح والروح القدس والتسبيح لله دائماً. الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب. نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت
أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: عين الرب 72 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان مزمعاً أن يذهب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير أما الفعلة فقليلون، اطلبوا إذن من رب الحصاد أن يخرج فعلة إلى حصاده، اذهبوا ها أنا أرسلكم كالحملان بين الذئاب، لا تحملوا قيساً ولا زاداً ولا حذاءً ولا تسلموا على أحدٍ في الطريق، وأي بيتٍ دخلتموه قولوا أولاً السلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن سلامٍ فسلامكم يستقر عليه، وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن الفاعل يستحق إجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. أبتي الجليل، الشدايق، إخوتي الأحباء، نعم إني بفرح في هذه الليلة، ليس للعدد الكبير فقط والملتزم، ولكن بالتراتيل والمشارك في القداس. سمعت صوت كل واحد وكل وحدة منكم عم تصدح في الكنيسة وخارجها، وهذا علامة من الله إن الروح القدس بعده عم يرفرف وبعده موجود في القلوب. وإذا برجع لنص الإنجيل، ذهبوا في العالم كله وبشروا باسم يسوع ونشروا الرسالة، أصبحوا كسر، لم يبقوا مجموعة صغيرة. رغم تاريخكم وعراقة بلادكم وثقافتكم اللي هي كانت من أولى الثقافات في العالم، نرقن إلى ثقافة بلاد ما بين النهرين في القانون والفلسفة والروحانية، من أرض نبتت وأعطت الأديان، من هونيك إبراهيم، من أور العراق، من بلادي بين النهرين إلى غور الأردن، إلى نهر الأردن، وإلى القدس وفلسطين. من هناك بدأنا، وأصلي أن لا ننتهي من هناك، لأن حين نهاية العالم من هناك أصبحنا في الأردن ولبنان والشرق وفلسطين في خطر. أراد البابا يوحنا بولس الثاني القديس أن يبدأ حجه إلى الأراضي المقدسة من العراق، ولأسباب وأسباب
وأفكر في داخلي أن القصد موجود، أن لا تبدأ خارطة الكتاب المقدس والإيمان المسيحي من العراق، لأن للعراق والشرق مخطط آخر. ولا سمح الله أن لا نكون نحن أداة هذا المخطط. أريد أن أتكلم في الروحانية حتى لا يغلبني الحماس. اليوم أردنا أن نجتمع، أردنا أن نكون لكي نقول رغم كل السلبيات أننا كنيسة واحدة وشعب واحد بتنوع ثقافاتنا ولغاتنا وتاريخنا، أننا شعب واحد ليسوع المسيح، المسيح الحقيقي الذي أتى إلى أرضنا ولن يذهب من أرضنا. هو في جميع الشعوب المسيحية وغير المسيحية ما زال حياً، ما زال حياً، ما زال حياً. آمنوا بذلك. رغم كل ضعفنا، رغم كل مآسينا، رغم كل خطايانا، ما زال يسوع يصنع منا آيات، يصنع منا عجائب، يصنع منا رسل، يصنع منا رواد إنسانية. رغم تهجرنا إن كنا لبنانيين أو عراقيين أو غير ذلك، رغم ذلك ما زلنا إنسانيين، ما زلنا نعمل للإنسانية، ما زال شبابنا ينخرطون في جماعات مسيحية، ما زالوا يعملون مع الأطفال، يعملون مع الصغار والكبار، ما زالوا يعملون في الحقل الاجتماعي. أليست هذه عجائب؟ نعم، نحن نحب الحياة، نحن أبناء الحياة، لذلك كطائر فينيق يريدون منا أن نضع الرؤوس في الرمل، وعندما نطأطئ الرأس نصعد كالشهب إلى العلاء. لا تخافوا، كنيسة لبنان تصنع قديسين، وأريد من كنيسة العراق أن تصنع قديسين، والشعب الذي يعاني سيصنع قديسين، وهناك قديسون في الخفاء، وهناك من يجاهد في الخفاء، والشعب فيه أدباء، فيه فنانين، فيه علماء، فيه روحانيين، فيه كهنة استشهدوا على مذبح الرب، لا تنسوا ذلك. وإن كنتم محروقون لموت شهداء، ولكن سيأتي يوم يفرخ فيها الشهداء. لا تدعوا دماءهم يذهب سدى، بمعنى روحي. كل ما عشنا الإيمان والمحبة والاعتراف والتوبة، الدماء لا تذهب سدى. مار شربل حبيس عناية على تلة يسكن بعيداً عن الناس، يسكن في خفاء يصلي، يسكن بتواضع دون كلام، يسكن بخفر دون صراخ، لأنه صوب الله الآب والابن والروح القدس ذهب، ذهب إليه البشر. أنتم اليوم لستم هنا فقط لكي تشموا الهوى، لستم هنا فقط لكي تسمعوا الموسيقى وترقصوا، لستم هنا فقط لتلتقوا، إنكم هنا كفي كما في عناية لتشهدوا
أن يسوع المسيح حي، وأننا رغم الاضطهادات ورغم المآسي ورغم الهجرة ورغم التفكير في السفر، أنتم سفراء المسيح أينما وجدتم وأينما حللتم. الإناء يفيض بما فيه. نعم، المكان يجعلنا نثبت في الإيمان، المكان يجعلنا ننتبه ونتطهر دائماً، المكان يجعلنا دائماً في جذور تاريخنا وتراثنا وتقاليدنا. والذهاب إلى بلاد بعيدة هو فقدان التراث والتقاليد وأخذ تراثات أخرى وتقاليد لا أستطيع أن أزعم أنها تقاليد وتراث تثبتنا في مسيحيتنا، لكن لا خوف، لأن يمكن أن ننشر الرسالة في أصقاع أرض سنكون فيها، إننا ننشر هناك، ولكن الخوف أن بعدنا عن الأرض يبعدنا عن أخلاقنا فتطغى علينا أخلاق الآخرين. شربل ناسك لم يبقى للبنان فقط، لم يبقى في صومعته فقط، أصبح في كل البلدان. فليكن مبارك، ولتكن حياتكم أيضاً مباركة إلى أبد الآبدين. آمين. نؤمن بإله واحد، اتلوت مد الحيط له والوت ألوه دم حادي طليوت وينو بسوب طيبوتو اعول البيت وزجود بهايكلو اتكوتشو تحل خمر يودا بارن وبزادي قوتخ آلي فيه صلى على إيمات المران قالون قابل قربون ونترحم عليهم بصنوتو موريو أملك غيوت البشحال من روم العمق نحتدني حبي علمو شلحان أبو ما
مل تدلو بسرو أخذ الفردو حيدي باسمتو قابلتو كرسد مريم أخ أرادو أبتو وهم زيح اللي بيدينن كهني عالمذبحي هاليلويا قابل قربونا. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك هؤلاء عن كل واحد منا قرابينهم، قرابين الرسل والآباء، واجعل هذه القرابين خيراً لحياتنا الروحية وعظمة لملكوتك الآن وإلى الأبد. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان موضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار مارون ومار شربل وجميع قديسين العراقيين واللبنانيين والسوريين والفلسطينيين وكل قديسي الشرق الذين لا يحصون من آباء الرسل إلى آباء الكنيسة إلى الملافنة والمعلمين وإلى القديسين الجدد. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، خصوصاً شهداءنا في كل كنائسنا وكل حبة تراب من أرضنا التي امتزجت بدمائهم. فلنذكر آباءنا وإخوتنا الأحباء والأصدقاء كل باسمه في بيته، في غرفته، في سريره، في قبره، في عالم الأبدية. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. عليك السلام أخوتي. نافور الرسل الاثني عشر، صفحة 728، صفحة 728. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك،
السلام لك يا أبت الجليل، ويا إخشد يا قلبي عتي، ويا خدمة الروح القدوس. للإخوة السلام والمحبة والإيمان. فليصل السلام إلى كل أصقاع الأرض. الله الآب فلتحيا الشعوب بالسلام، وهذا عمل يومي، لا تتركوه يذهب سدى. اشتغلوا على نفوسكم، أحبوا بعضكم بعضا، لأن السلام مع المحبة عظيم. إلهنا إله السلام والمحبة. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب، نبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد والشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله لا واهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والصارفيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك العظيم. بكل خشوع فلنصغي وبيوم هودك دم حاشودي لمعبد حي ساب اللحم بيداو قاضي شطو بارخ وقادش واكسو يا بلتل ميداو كدما ساب خول منه كل خون دنيتا فغرودل دحلو فيكون وحلف ساقية ما تكسى وما تيها حصايا حبي والحي ده العلم علمين. آمين.
مايون بارخ وقادش ويا بالتلميذ قدمار ساب اشتاو من كل خون أحلف يكون وأحلف ساقية متشد ومتها حصاي تحوبي والحي دا العلم علمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وهين بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى بك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب ابناك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهب ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيريا ليسون كيريا ليسون فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الانطاقي ومار موسى متراننا وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا
يكرم اسمك نسألك يا رب. اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان، وأستفانوس رئيس الشمامسة، ومرمرون ومار شربل. أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب. اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي، الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة. نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي من أجل كاهننا الجديد الذي لم يمضى أيام على أو أسابيع على سيامته الكهنوتية، وهذا نعم، هذه نعم من الله أن يكون اليوم فيما بيننا. وأذكر أيضاً كل الكهنة من جميع الكنائس الذين تشجعوا وقبلوا الدعوة لكي يكونوا معنا في هذا الاحتفال. نعم، إنها نعم من السماء، وحدة في التنوع، وحدة في التنوع. أطلب من الرب أن يبارك الكاهن الجديد ويعضده ويكون معه في مسيرته الكهنوتية. إلى الرب نصلي. يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وارحمهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا وخطاياهم. أرحم اللهم الموتى، واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. تنحني الرؤوس تخفق القلوب، تتمتم الشفاه وتحلم العيون بنورك المضيء، بنورك المضيء. شهياً قرب عنا، يا ذبيحاً غافراً
قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلباتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. اللهم الرب روف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين كأبناء للآب واحدا وإخوة ليسوع، قائلين: أبانا الذي في السماوات، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة إلى أبد الآبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. وما أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل يأس، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. تهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. رح يكون معنا الثلاث كهني والشمسين أو ثلاثة، رح يوزعوا عليكم القربان، رح يكونوا الكشافي معهم الشماسي الصفر والبيض حتى يدلوكم على وجود الكاهن. بكل تنظيم واحترام نتقدم لتناول القربان المقدس والعودة إلى أماكننا. أنا عرفت أنه تعبتوا، ولكن وقت تتعبوا مظبوط بيكون الروح لمس قلبكم، ما تخافوا، حبوا التعب حتى تعيشوا الروح. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك المقدس، ولتتناثر نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.
جسد ودم سيدنا يسوع المسيح.
أيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح لك نقدم من أجل جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا يا محباً للبشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محباً للبشر ارحمنا Bohita la
لأنه هلأ رح نمرق بالإربان بالشعاع حتى تتباركوا منه. اللي بيقدر يركع يركع، واللي بيقدر يخشع يخشع. ما حدا يعمل فوضى، هاي هي المرحلة النهائية. بدكم تتباركوا من الإربان اللي تناولتوه، ما بيبقى لإلكم حياة وغذاء إلا القربان. هلأ خليكم محلاتكم، صرنا خالصين. وقت ارجع فوت على الكنيسة بعطيكم البركة النهائية، وبتتوجهوا صوب طاولاتكم. إذا بتريدوا برا خلونا الأمكنة فارغة، وقفوا بتخشع حتى يمرق الإربان بيناتكم. كريم
العطش الثانية. صاحب الفضل العميم جوار شكلين حقا قدوس 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 أنت الرب القوي مملوءتان من مجدك العظيم هوشع الضابط الكل ارحمنا لك نسبح لك لك نسجد وبك نعترف غفران خطايا والذنوب أصعب أن الإنسان بأحسن لحظة
وبأرهب لحظة بيلتهي بقشور الدنيا. نعم أنتو مثل يسوع أو أنا مثل يسوع للطلب من رسله أنه يسهروا معه، وأنتو كنتوا مثل الرسل اللي راحوا ناموا والتهوا وضاعوا. معلش اللي منكم استفاد واللي منكم راح التهى كمان يمكن يكون استفاد. ينعاد عليكم وربنا يكون معكم. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن وروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين.